السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا احنا اليوم كعراقيين وكأصلاء وكوطنيين وكجمهور نتبع قيادة المتمثلة بسماحة السيد القائد مقتدى الصدر، وهو الذي سوف يسير ونحن نسير معه إلى الإصلاح وإلى النجاح وإلى الفلاح وإلى مساعدة الفقراء والمساكين والناس الذين يعانون من الأحزاب الفاشلة. رأينا اليوم كيف استهدفوا المطار بصواريخهم العفنة، ورأينا تفجيرات مكاتب الأحزاب الذين كان لهم الدور بالانضمام أو كان لهم الموقف في الانضمام إلى الكتلة الصدرية اللي يترأسها الشيخ حسن العذاري بقيادة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. وانا احنا اليوم محاربين ممن؟ محاربين من الأحزاب الولائية، محاربين من أولاد السفارات، محاربين من البحثية، محاربين من الناس الجهلة، محاربين من المنافقين، محاربين من المفسدين، محاربين من السراق، محاربين من العصابات، محاربين من القيادات الفاشلة الذين باعوا آخرتهم ودنياهم إلى بين قوسين يعرفوهم منهم. هؤلاء لا يعشقون العراق ولا يحبون العراق، همهم الوحيد هو أن يستولوا على الحكم في العراق ويسيرون بالعراق على أهوائهم وعلى مزاجهم. ولكن نقول لهم هيهات، وهنالك أو هناك قيادات متواجدة في العراق كرجال آل الصدر والمخلصين والوطنيين المتواجدين في العراق، ونحن لهم بالمرصد. نقول لكم كما قالت هذه الامرأة العظيمة زينب عليه السلام حينما خاطبت يزيد، قالت: فاسعى سعيك فوالله لن ولم تمحوا ذكرنا، وما أيامكم إلا مدد. أيامكم قليلة، وإن شاء الله العراق إلى المخلصين وإلى الوطنيين وإلى الشرفاء من أبناء هذا الشعب اللي أنتم حاربتوهم بأفعالكم وبمحاكمكم وبحروبكم. والآن اليوم من الذي يحكم العراق؟ أبناء هذا الوطن. ومن الذي سوف يكون له الدور الكبير في إنجاح المشاريع اللي كانت مشاريعكم لا تخلو من الشبهات والسرقة وتهديم البنى التحتية؟ لكن نقول لكم بجهود الطيبين وبجهود الخيرين والمخلصين من أبناء هذا الشعب، إن شاء الله سوف يكون للعراق شأن كبير بجهود المخلصين وبجهود الرجل الوطني الشجاع سماحة السيد القائد مقتدى الصدر. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إن شاء الله أنتم إلى الهاوية. والآن سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أصدر تغريدة قال ما مضمونه:
صواريخكم، ما مضمون التغريدة، صواريخكم التي تضربون بها المنشآت العراقية وقوت الشعب، ولن تثنينا عن السير إلى العلو وإلى الإصلاح ولمحاربة الفساد والفاسدين. النصر للعراق وللعراقيين الأصلاء والشرفاء. وأقول لكم أيها الأحزاب الولائية الفاشلة، قد خسرتم، قد خسرتم الدنيا وخسرتم الآخرة، وبانت عوراتكم للملأ، وقد بانت حقيقتكم إلى الناس، وبدليل الناس بدأت تنفر منكم وتشتمئز منكم وتهرب منكم، لأنكم غير جديرين وغير جيدين وغير مؤهلين لأن تحكموا هذا البلد الطيب، لأن العراقي يستاهل بأن واحد يقدم له وواحد يخدمه. رأينا هذه الدول الخليجية الذين يعيشون بأمن واستقرار ورفاه، ليش احنا شنو فرقنا عن هذه الدول سواء كانت الكويت او السعودية او غيرها؟ ما هو العراق اغنى بلدان العالم، ليش من وصلنا الى هذه المرحلة؟ انتم بافعالكم وسرقاتكم دمرتم البلد، دمرتم شباب البلد، دمرتم نساء البلد. تبا وتحسن لكم ايها الاحزاب الفاسدة. النصر إلى آل الصدر، والنصر إلى الشرفاء الوطنيين الذين نبذوكم وطلقوكم لأنكم أنتم من أولاد السفهاء والسفيه. إحنا إن شاء الله ما نريده، ونقول له كش ملك العراق للعراقيين الأصلاء. شكرا لكم أحبتي جميعاً.